بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. قبل أن نطلب الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى يجب أن نتحلى بهذه الصفة. إزاي تجلنا الجرأة أننا نطلب الرحمة ونحن لا نرحم؟ فهناك من يقطع رحمه ويقطع كل أواصر المحبة بينه وبين أقرب الناس لي، وهناك من يقسى على زوجته وعلى أبيه وعلى أمه، وهناك من يشمت في الموت ويقول أحسن، وفيه اللي بيدعي على حد مخنوق منه أو متغاظ أو مختلف معاه بحرق قلبه، وهناك من يقتل ويعذب بلا رحمة، وهناك من يروع الآمنين، وهناك من يعيث في الأرض فسادا، وهناك من تحجر قلبه وتحجرت مشاعره ولا تهتز له شعرة لألم أي شخص أو استغاثة محتاج. معنى أن تكون رحيما عطوفا هو أن تظل محافظا على إنسانيتك وتعاطفك وتراحمك مع كل الناس بنفس القدر، ولا أن تكون رحيما مع من تحبه فقط أو مع من يتفق معك فقط. الغريب هو أن ينقسم قلبك لجزئين، جزء أبيض محب وعطوف وحنين مع من تتفق معه، وجزء شديد السواد كاره متحجر قاسي مع من تختلف معه. يعني ده طبيعي بالنسبة لناس كتير، هي المعادلة ماشية كده، أني أشمت في اللي بكرهه وتعاطف مع اللي بحبه. إنما في ناس في النص كتير ما بتعرفش تكره حتى لو اتظلمت، وما بتعرفش تشمت حتى لو كان اللي جراله كذا وكذا ده يستحق الشماتة. وإذا حصل وتعاطفت مع الكل أو يعني إذا حصل يعني وحضرتك تعاطفت مع الكل ونحيت انتمائك وأفكارك جانبا وتعاطفت مع فكرة الإنسانية مجردة، يكرهك الكل، الفريقين يقلبوا عليك، من تنتمي ليهم ومن لا تنتمي ليهم، وينبذك العالم من حولك لأنك مايع كده، يقولك ده مايع وقلبك مش واضح المعالم، عمال تتعاطف مع كل الناس عمال على بطال. ومن وجهة نظرهم لازم تختار فريق واحد بس تدعمه طول الوقت وتحبه وتنتصر لكل ما يفعل، وفريق آخر تكرهه طول الوقت وتهاجمه طول الوقت. على فكرة ممكن جدا تبقى محدد انت واقف فين وحاسم أمرك ومنتصر لأفكار فريقك وتدعمها، ولكنك تتعاطف مع الإنسانية أيا كانت أفكارها وتوجهاتها. الرحمة ليست لها بوصلة تحركها، إنها تنزل في القلوب لتغمر الكل. والحمد لله على نعمة الرحمة في القلب مع كل الناس، اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال، فإذا لم ترحم الآن فلن تجد من لا يرحمك ولو بعد حين. النهاردة هنستكمل شرح بعض المعاني التي جاءت في سورة المائدة مع فضيلة الشيخ أحمد تركي. أفكر حضراتكم قبل ما نطلع فاصل بالعمرة والأرقام الموجودة قدام حضراتكم على الشاشة 2350 أو 09180، حضراتكم لما تتصلوا هتدخلوا سحب على العمرة، والنهاردة معانا فائزة بالعمرة هنكلمها إن شاء الله في وسط الحلقة. فاصل قصير ونعود.